النهارده يعني في خبر ان خلاص نجم دفاع منتخب اسبانيا ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس بيعبر عن سعادته لعودته لبيته اشبيليا، نادي اشبيليا، بعد توصله لاتفاق للانتقال الى النادي الاندلس. راموس قال، طبعا راموس عقده خلاص انتهى مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وقال انه على هذا اليوم انه سعيد جدا، انه يوم مميز جدا والعودة الى البيت مرة اخرى سعادة غامرة دائما، وبيقول الان يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية. كمان راموس اللي عنده 37 سنة طبعا بدأ مع الوان اشبيليا ده موسم 2004-2005 قبل ما ينتقل الى الريال، احرز دوري ابطال طبعا اوروبا 4 مرات، وقال انا سعيد جدا جدا بالعوده لبيتي، ومحاوله طبعا محاوله التحاق بالفريق باسرع وقت ممكن. بحسب طبعا الصحف المحليه راموس يمكن فضل العوده لاشبيليا على بعض العروض الكبيره من الناحيه الماديه، يعني تقدم اتحاد جده على سبيل المثال بعرض تقريبا ب 20 مليون يورو في السنه لراموس، ولكن هو فضل العوده مره ثانيه الى ناديه القديم. حضراتكم عارفين طبعا اشبيليا يعني بيحتل المركز الاخير في الدوري الاسباني، لكن هيخوض دوري ابطال اوروبا القرعه، يعني وقع في القرعه في المجموعه الثانيه مع الارسنال واندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي. كمان اشبيليا توج كمان بدوري ابطال اوروبا اليوروبا ليج السنه اللي فاتت، وبالتالي يعني راموس رفض العروض المادية الكبيرة في الاتحاد السعودي ويفضل العودة مرة أخرى إلى ناديه القديم إشبيلي. زي ما بقول لحضراتكم راموس كان كمان في عروض كبيرة من بعض الأندية، كشفت تقرير صحفيا إن كان إن زي ما بقول لحضراتكم نادي اتحاد جدة كان بيسعى للتعاقد مع راموس، وكان مقدم له مبلغ 20 مليون يورو. زي دلوقتي كمان في بعض الاخبار ان بيقول ديفيد ألبا كمان في بعض التقارير الاسبانيه ان اداره اتحاد جده السعودي بتواصل التفاوض مع ريال مدريد للتعاقد مع ديفيد ألبا، طبعا ظهير ايسر النادي الملكي، خلال الايام اللي جايه لتدعيم صفوف الفريق السعودي بناء على طلب الجهاز الفني بقياده البرتغالي كاستيرو. الشبكة أشارت أو الصحيفة أشارت أن ألبا بيرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2026، وأن الاتحاد السعودي عرض راتب قيمته 25 مليون يورو سنويا طبعا يعني إقناع المدافع بالانضمام إلى صفوف الدوري السعودي. كمان الصحيفة أشارت أن عرض النادي السعودي لا يرضي نجم ريال مدريد، لكن اتحاد جدة بيرفع قيمة العرض المقدم ل 40 مليون يورو، وأيضا راتب ضخم جدا جدا للاعب لإتمام الصفقة. طبعا زي ما بقول لحضراتكم ما زال السوق السعودي بيتحرك في جذب النجوم الكبار على مستوى أوروبا. الحقيقة طبعا خبر تاني مع آفة طبعا العنصرية المتواجدة بكثرة في أوروبا، النهاردة ندد نادي ميلان الإيطالي بالهتافات العنصرية اللي يمكن أطلقتها بعض الجماهير خلال مباراة روما الجمعة اللي فاتت على ملعب الأولمبيكو. كان في لقاء ما بين ميلان وروما في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، كان طبعا الوافد الجديد على روما لوكاكو، طبعا الدبابة البلجيكية متواجد مع روما. ميلان حقق الفوز طبعا على روما بنتيجة 2-1 في لقاء شهد إطلاق بعض الهتافات العنصرية ضد لوكاكو عندما ذكر اسمه من قبل المذيع الداخلي بأرض الملعب. ميلان قال في بيان نشر عبر الحساب الرسمي، لا يوجد مجال للتمييز والتعصب في ميلان، نحن على يقين بأن مشجعينا الحقيقيين لا يتابعون هذا النظام ويشاركون في هذا الأمر. أضاف كمان، سنعمل بشكل وثيق مع السلطات للتأكد من الحقائق وتحديد الأفراد المسؤولين عن الإهانات التي تم سماعها في ملعب الأولمبيكو في روما، ونحن مستعدون لتطبيق قواعد الأخلاق لمعاقبة هؤلاء الجماهير. حضراتكم عارفين أن لوكاكو كمان من اللعيبة ما كانش عندهم عروض كبيرة، وانضم إلى صفوف روما يمكن في آخر لحظات الميركاتو الصيفي.
كان يمكن تشيلسي، كان متواجد في تشيلسي ورجع الانتر، وكان الحقيقه عنده يعني لحد الاسبوع الاخير من الترانسفير ماركت ما كانش عنده نادي، ولكن تواصل روما مع التعاقد مع لوكاكو، وكان اول مباراه امام الميلان وخسرها روما بنتيجه 2-1.